واذكر لك على جواد صيد وصواميد، وان ذا الله صدته ولا من صميده، واذكر لك اقشر ما على السيد والبيده اللي طمع بنت القصير الحديده، من لا ستر غذات خلات تجاويد، هذاك نقل الخبيثات بيده، واذا وطاك اللي وطاني تراديد رد السوال ولا تحير بريد. اضرب 3 بـ10 واجمع تفاريد، واجمع على العشره القليد بقليده، انا الذي قد مرني سلك تجنيد خلا لو كان ياكل رديده. سلامتك. الله يصبحكم بالخير، يلا حيهم. يقول هيه يلي هروجك تنها الامواس، السوائف بلاش انت ما تشريها، نقي لها رجلها تجرح شعور الناس، انت هروجك اللي تسويها. بعض الناس ما محدود على الكلام الزين، اهرج هرج زين اللي قبلته شخص تعرفه وتبي تسولف معي، اخوي نقي الكلام ورتبه نمقه، ما بتدور الحاجه اللي رفيقتك ما يبغاها، مقصعتها قصعك هالشر الله يعافيك. يعني وش تبغى بها؟ موضوع هو ما يبغاه، هو متحسس منه، هو يزعل منه، تلف 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 لين تجي تلمس الجرح. ليش؟ ليش؟ وش تبغى؟ ليش كذا؟ خلك كويس، اما قل خير ولا اسكت. قال الصباح خير، يلا دي مشاوير عندي اشغال، خليني اروح اخلصها وشيكها، وراي طرقها اليوم. بسم الله توكلت على الله. عقب شرب الدر من سور الحوار هاجروا للمدينه يشيلون العصير. حرفيا يا جماعه خير ادمنت عصير فرغلي، واني ادمنت حرام. اصبقت لك اصفهاني من الصبح، هاي تقضي مشاويرك كلها وانت عقب. بسم الله. ما يوقع غير فتماك فالمخيخ، فالمخيخ سيدة على المخيخ. توكلنا على الله، الله اللي يقدر الحاجات. يا من سكت أبواب العرب ما سكت أبواب. شوفكم على خير. دعتوا أحد يبع عصير؟ حي